تعاملوا بطريقه والاهلاويين تعاملوا بطريقه، مع الاهلي تعامل بطريقه مع المسيليم والهلاليين تعاملوا بطريقه مع الحبسي. شوف لازم يكون في تفرقه، نفرق بين الحدثين. الهلاليين لما استقطبوا الحبسي صراحه ليس لدى الهلال سوى حارس واحد، خلينا نتكلم بالمنطق، اللي هو عبد الله المعيوف، والبدلاء ثنيان لا 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 مو بدلاء، صار الحيدري والواكد. الحيدري كان الحيدري لحظتها كان يوم استقدموه قبل ما يعيرون الثنيان هين هم خلاص هذول وصلوا لمرحلة من السن خلاص ما عاد عندهم الحيدري والواكد. صحيح الحيدري والواكد. طيب الحيدري والواكد هم يعرفون انهم في اسيا ما حيصيرون، ما حيقدرون يساندون الفريق او يدعمون الفريق. فلهالسبب إدارة الهلال استقطبت علي الحبسي. كيف علي الحبسي ما استفاد الهلال فيه في اسيا؟ انا حجيك في الكلام. طيب ولكن بما ان دياز عنده نظرة، ما هو عنده نظرة، خلينا نتكلم بصراحة. بعض المدربين اذا حقق لك بطولة يجي يفرض عليك شيء لو انه غلط، للاسف صحيح. لو انه خطا ضبوط. لو انه خطا يفرض عليك، يعني من تتوقع اني انا جاب ماتياس؟ اي يعني شوف انا جبت ماتياس وادعم ماتياس واجي انا في حاجه الى حارس فيه. لو شوف لو الهلال انفرد لاعب على عبد الله المعيوف في اسيا واخذ كرت احمر ضربه جزاء وكرت احمر، من بديل؟ من بديل؟ من بديل الحيدري ولا الواكد؟ مع احترامي له تكلم عن خبره، انت تكلم عن مستوى. اي مستوى ما لعبه هذا. اي نعم يعني احنا شفنا الحيدري في البطوله العربيه يحتاج له سنوات حتى. صحيح. والواكد ما شاهدناه زين. فانت لما تيجي تلعب في اسيا انت لو اي خطا او اي شيء ممكن، مش اي بطوله بقى. اي مي باي بطوله، عندك فرق كبير بين حارسك الاول وحارسك الاحتياط. اي انت تبحث بطوله تبحث عنها من سنين عشان انت تاخذها، تجي تفرط ان انا حتى البدلاء في كل المراكز عندي بدلاء الا حارس المرمى. فانا لما اجي واستقطب لاعب ولكن اداره الهلال يمكن اعطت الامر هذا الدياز كون انه حقق بطوله في بعض الاحيان. لا يمكن بعد هو اصر وانه على اصر. شوف إيه؟ هو الان خذ من منطق قوه انه فاز اول بطوله. طيب. واني انا لازم ابقى وعشان الاسيويه واجي انا افرض الشروط، وهذا شيء احنا شفنا ماتياس. طيب لو مع احترامي له عقب مباراه امس بأني اعطاه كره ريفاس، لو انا مغمض جبتها عقب النط. عقب النطه ذيك اصلا قالوا من قبل خلاص. في لهالسبب انا اقول يعني حتى في مباراه امس يعني هل يعقل ان هذا اللاعب يفضل على الحبسي؟ علي الحبسي ما يمكن. ولكن احنا نقول طيب. يعني هذه قناعات، ولكن اكبر في علي الحبسي تعامل مع الوضع كلاعب محترف، رجل محترف محترف تعامل كلاعب محترف وترك الامر زي ما هو، يتمرن ويعطي خبرته للحراس ويساعدهم. طيب. في التمارين وكسب احترام الجميع، ويمكن يندم بكره مدرب الهلال بالضبط على التصرف هذا اللي هو عمله. طيب عندنا خلينا نروح